يعني بخطى روسية متسارعة تم الاستفتاء على هذه المناطق الأوكرانية، وأيضا يعني يتزامن مع ذلك تنديد أوروبي وأمريكي بهذه الخطوة. أي مشهد تعتقد أن الأمور تذهب باتجاهه، وما تعليقك على هذه الخطوة؟ ما للأسف الأمور تتقدم نحو التصعيد على ميدان المعركة والتصعيد السياسي. طبعا من الناحية القانونية نوع من الأساس موجود، الأساس هذا النتائج الاستفتاء، يعني نتائج الاستفتاء تنعكس فيها إرادة الشعب، ولكن تلك الإرادة تم التعبير عنها في ظروف الحرب وبعد الاستحواذ العسكري على هذه المناطق. بكل تأكيد في العالم في تقديري يعني كثير وكثير من الزعماء من الرؤساء يعني سوف يرفضون هذا القرار، هذه الخطوة. واليوم نحن نسمع تصريحات رسمية من عواصم العالم يستنكرون فيها الخطوة الروسية. نعم سيد سيرجا، يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع أعدته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا يدين هذه الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بأوكرانيا. برأيك إلى أين ستصل هذه الجلسة من قرارات؟ في مجلس الأمن كما هو معروف روسيا الاتحادية تتمتع بحق فيتو، بحق الحظر، ومجرد المناقشة، مجرد المناقشة من غير اتخاذ قرار حاسم، قرار يؤثر على سير الأمور. هذا تقديري. نعم سيد سيرجي، أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم يمهد الطريق أمام ضم منطقتي خيرسون وزابوريتشيا رسميا. أيضا اليوم يستضيف الكرملين مراسم توقيع اتفاقيات انضمام أربع مناطق. يعني فيما تفكر موسكو من خلال هذه الخطوات برأيك؟ أعتقد طبعا هذا القرار لصالح موسكو. أول شيء فعلا أبناء المناطق المذكورة يعني الشعب الروسي اللي يعيش في الأراضي الأوكرانية يرغب يعيش في روسيا الاتحادية. عندي ليس أي شك في هذا الموضوع، ولكن من ناحية القانون الدولي فعلا هذا القرار مشبوه وغير قابل للاعتراف الدولي. وطبعا الناحية الاقتصادية لها دور، زاباروجيا وخيرسون مناطق ودونيتسك طبعا لوغانسك ودونيتسك مناطق صناعيه ضخمه. ومن الناحيه الاقتصاديه روسيا تستفيد كثير من ما حصل. برايك سيد سيرجي، التداعيات المترتبه على هذه الخطوه، الى اي حد ستتضرر الامور اكثر من تضررها الان؟ ويعني هل ترى أن ذلك سيعمق الصراع؟ أنا أتوقع فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية. قبل كل شيء العقوبات الاقتصادية طبعا، وطبعا المزيد من الشدة من العنف في المعارك الدائرة في شرق أوكرانيا. سيد سيرجي، هل ترى احتياج القارة الأوروبية إلى الغاز مع اقتراب فصل الشتاء، هل ذلك يعني سيكون له دور في تقديم تنازلات عن الرضا عن هذا الاستفتاء من قبل الدول الأوروبية؟ ما أعتقد موضوع الطاقة لحاله، وبعد ما حصل في ستريم واحد وستريم اثنين بعد يعني التفجير اللي صار على القاع البحري، الامور طبعا تدهورت، ولكن الاحتياطات الاستراتيجيه موجوده في اوروبا.
أقل شيء على مستوى 40% في بشكل متوسط، يعني بعض البلدان أكثر من كذا وبعض البلدان أقل. على أي حال غير ممكن نحن ننتظر أي كارثة، أي كارثة إنسانية في الشتاء، وطبعا انخفاض في الانتاج الصناعي شيء معقول جدا، وصعوبات معينة في الحياة اليومية كمان، ولكن من غير نتائج يعني كتير صعبة للدولة وللمواطن. شكرا جزيلا لك من موسكو سيد سيرجي فاربيوف الدبلوماسي الروسي السابق.